حاجة تاني؟ بقول لك ايه يا عم عبيد؟ بتفكك اخويا من حكاية تصوير المستندات دي وتيجي تشاركني؟ اشاركك؟ اشاركك فيها زغلول. انا اقول لك تضم محلك على محل الملابس بتاعنا وربنا يكرمنا ونوسع المجال. ايوه بس انا الصراحه يعني ما بفهمش في شغلانه الملابس بتاعتكم دي. لا ومين بيفهم يا حبيبي؟ انا ذات نفسي ما بفهمش في الملابس. شوف يا عبيد اخويا، ما دام الرزق حلال ربنا بيبارك وبنستر الناس ربنا بيكرم. ايوه بس الصراحه يعني انا يعني ما زي ما تقول كده ما معيش فلوس يعني اشاركك بيها. ما تشيلش هم، اعتبر نصيبك في الشركه مهرها. انا بنتي. انا بنتي؟ ايوه يا عم عبيد، مهرها. مهرها من مين؟ من ابني الديسي زغلول الديسي. الديسي؟ الديسي يتجوز انا؟ اليمامه دي تجوز الديسي؟ ماله يا عبيد، واد مجدع وكتسيب وبيحتكب على مشروع قد كده، واد مارش. شوف يا حبيبي، عايزك تروح تفكر وتشاور وبعدين ترد علي. ايوه يا عم زغلول، يعني ما تاخذنيش، يعني انا نسبتي هتبقى نص بالنص. نص بالنص ايه يا عمونا؟ شوف محلك وشوف محلنا. لا بصراحه بقى انت ناوي على طمع. لا يا عم لا طمع ولا حاجه. صحيح انتوا محلكوا اكبر، بس انا برضو المحل بتاعي مرزق، عتبت مرزق وكفايه ان هواه بحري. طب احنا عاملين حسابنا نركب اير كومبيشن. عم سيبك من الاير كومبيشن والحاجات اللي انت عمال تقولها دي. انا نسبتي هتبقى كام؟ انا اقول لك يا عبيد اخويا، عشان انت حبيبي هديك 10%. 10%؟ 10% دي قيمه هنا ليه؟ انت عاملها بالوزن؟ بصراحه بقى اكتر من كده تبقى واقفه بخساره عليا. يا عم ما اقول لك على حاجه، احنا هنخليها 30%. لا 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 يا حبيبي ده كتير قوي كده، تبقى بخساره عليا. يا عم هو انت بتشتري قماش ولا بتفصل جاكيتك؟ شوف خليهم 25%، والنبي ما انت قايل حاجه وتقول مبروك. وهتجربني ولعلمك انا مرزق، لو شاركتني شوف الخير اللي هيجي لك. وبعدين يا جورج، انا حاسه ان بنتي بتضيع مني. الدكتور ما قالكش حالتها دي هتفضل قد ايه كده؟ قال لي لازم نهودها وناخدها على قد عقلها لحد حالتها ما تهدى وتمر بسلام. لغايه امتى؟ الدكتور ما قالش. المهم مفيش داعي نضايقها، كفايه اللي هي فيه. جيب العوائد سليمه يا رب. على فين يا بنتي؟ ها؟ معرفش يا بابا، انا بكلم جو على التليفون مش بيرد، قلقني قلت اروح اشوفه فين. ده هتدوري عليه فين يا نانسي؟ في الشقه. ما هو قال لي امبارح ان هو هياخد حد من العمال وهيروحوا يظبطوا حاجه هناك، واكيد طبعا سايب موبايله سايلنت وما بيردش كالعاده. طب استني اما البس واجي معاكي. لا يا بابا انا هروح واجي بسرعه. هتسيب بنتي كده يا جورج؟ الدكتور قال لازم نسيبها على راحتها، ما نعاندهاش عشان حالتها ما تسوقش اكتر. هو في اسوأ من كده؟ استر يا رب، انا خايفه بنتي تعمل حاجه في نفسها. ما تخافيش، هي هتروح تدور عليه مش هتلاقيه، هترجع تاني. وفرت سالت حد وقالوا لها انه مات، بنتي هتنتحر يا جورج. معاكي حق، انا هلبس بسرعه وامشي وراها وراقبها من بعيد. الحقها الحقها، لا تعمل حاجه بنفسها. جيب العوائم سليمه يا رب. والله العظيم خلصت وجايه في الطريق خلاص. انا في السوبر ماركت اللي قدام الجامعه بجيب حاجه كلها عشان هموت من الجوع. يلا بقى قفلي بلاش ملل. ماشي يا غلفه مش هتاخر. ايه يا معلم، انا في الجامعه. طب بقول لك ايه، اسبقوني انتوا بقى على البيت يا اخي، ما تبقاش بارد بقى. يلا اسبقوني. بقولك ايه اقفل، كلمك تاني. وانت هنا؟ ده انا نفسي ازنقك الزنقه دي من زمان. تعالي لي يا بطه. إيه لو سمحت، عايز نص كيلو جبنه رومي وربع زيتون كلامات. هاي ازيك؟
على فكرة أنا زميلك في الدفعة، أنت مش فاكراني ولا إيه؟ لا مش واخدة بالي. إزاي يعني العربيات السبور اللي قلبك الجامعة دي كلها مش شفتهاش خالص؟ شفت العربيات بس ما همنيش أعرف مين صاحبهم. أنا بقى ستي صاحبهم، وجات لك الفرصة إنك تتعرفي عليا. كريم كريم أبو المكارم. على فكرة أنا كنت حابب يعني أسجل إعجابي الشديد بتفاصيلك. بتفاصيلك؟ تفاصيلك. يعني لبسك، ستايلك، ريحة برفانك، كل دي اسمها تفاصيل. وانت بقى يا ظريف فاكر نفسك كده بتعاكس؟ عاكس؟ ايه الجو القديم ده؟ وايه الجو الجديد بقى؟ انا مش الشباب اللي بيخلص. بتخلص ايه بالظبط؟ ما تيجي ونسميه مليجي بقى. نعم؟ ايه في ايه؟ طب يلا ونسميه عبدالله. انت قليل الادب بس لذيذ. طب يا لذيذ لو ممشيتش من قدامي دلوقتي حالا همسح بكرامتك الارض. طب خلاص خلاص هشوفك وقت تاني تبقى هادية. تاكس! ايه السماجة دي؟ ساعديني بدل ما بتجي. يا مساء الورد والفل والازهار على احلى ام في الدنيا. يا حبيبي مساء الفل يا حبيبي. افرحي يا صبرا. خير؟ بشرني يا وش السعد. بنتك المفعوصه كبرت وعدلها جالها. تتكلم جد؟ والله يا ما انت كريم يا رب. وده مين ده بقى ان شاء الله؟ ده شغال امين شرطه وبيدرس في حقوق. الله، وده عرفته منين؟ في خناقه. ايه خناقه؟ كان بيحقق ويمقق. حقق ويمقق؟ بس مقق صح. ربنا يفرحك يا بنتي. يعني انت شايف يا ادم ان هو طيب وبيخاف ربنا وهيخاف على اختك؟ بصراحه لا. ايه؟ لا يعني بهزر معاكي. لا الواد شكله جدع وابن حلال. انت بس بشري ابويا والباقي على ربنا. احمدك واشكر فضلك يا رب. ربنا يتمم لك على خير. قادر يا كريم يا رب. يا ما انت كريم يا رب. سامع الفال يا ام هنا؟ عشان تعرفي الخير على دوم الوردين. اتأخرت ليه يا راجل؟ كنت بعمل صفقة العمر. صفقة ايه دي؟ جواز هنا بنتك. جواز هنا؟ هي هنا بيعة وشروة عشان تعمل بيها صفقة؟ لا بيعة ولا شروة يا اختي، خاطبها طلبها وانا وافقت من حيث المبدأ. خطبتها لمين؟ لا لسه، هي مش سهل كده. دي برضو هنا وهنا تتقل بالذهب. ما قلتليش مين العريس؟ الديسي. يا لهوي الديسي؟ الديسي ابن زغلول الديسي؟ يا اختي الديسي ابن زغلول الديسي هو بعينه. يا لهوي ده طور، ده مهزله الحته وغبي من يومه. ايوه يا اختي بس مقرش، وقرشه بقى يخلي غباوته زكاوه. وبعدين هيشاركني نفتح المحلين على بعض وابقى شريكه بالربع، ونسيبنا بقى من حكايه تصوير المستندات وبيع الارواح والملبس للعيال والحاجات اللي ما بجيبش همها دي. يعني انت شايف كده يعني؟ امال ايه؟ خلينا بقى نكسب بالجنيهات، سيبك بقى من القروش والشلينات والكلام الفارغ ده. طيب بس انا مش عارفه بنتك هتوافق علي ولا ايه؟ ده البنت ما بتطقهوش. ما هو ده دورك بقى يا ام هانا. عايزك بقى تلين دماغها ان شاء الله حتى تسقهولها بالمعلقه.